السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين، مساء الخير عليكم. اليوم معي كامري، موديل 2018. فيها مشكلة اللي هو فحصت الكمبيوتر، مدي ستوب لايت ريلي سيركت. المهم لما تشغل الإنارة زي ما شايفين بيولع معاك مال التصادم، مال تراكشن، شايفين مال تراكشن كنترول. تبند تقفل النور اللي هي الإنارة، تضغط بريك بيختفي معاك زي ما شايفين، اختفى التراكشن كنترول. ففي مشكلة في الستوب لايت ريلي او ريلي الستوب، نشوفه بنشيك عليه. هو زي شغلنا الإنارة عدو زي ثانيتين ثلاثة 4 ثواني تشتغل معاك التراكشن زي ما شايفين. شغال معايا ان شاء الله، حل المشكلة وإن شاء الله ووافيكم بالعطل بإذن الله. السلام عليكم يا شباب. بالنسبة للسيارة الكامري، فيها مشكلة في الستوب لايت ريلي سيركت. طبعا زي ما شايفين تشغل الإنارة كل الحياة اختفت، اللي هو التراكشن وال الرادار برضو كان ظاهر زي ما شايفين اختفوا معاي. فالمشكلة كلها مشكلة كانت كلها في الاسطبة الخلف اللي هو في هذا ال LED، هو المسبب كل المشكلة. وتم تغيير ال LED واختفت المشكلة الحمد لله. وهذه معلومة بسيطة وحبيت أشاركها معاكم، إن شاء الله تستفيدوا من المعلومة هذه. في رعاية الله، أخوكم أسعد السوداني.